في جانب آخر وفي لمباراتين كانت بكاميرا الملعب تتابع البيع الغير مرخص خارج الملاعب الرياضية، هذه الظاهرة التي نامل أيضا ألا تتكرر. نتابع هذا التقرير. بصراحة في عندك تصريح من البلدية، في عندك شهادة من وزارة الصحة؟ لا والله. طيب كيف الشغل؟ والله الشغل تعبان. تعبان؟ تعبان. تعبان وزحمة جماهير؟ تعبان، ما يشتروا. ليه ما يشتروا؟ ما أدري والله، يحبوا يعني يدخلوا يتفرجوا. خليهم يحصلوا تذاكر أول شيء. قد قطعوا تذاكر أمس واليوم. سوي تخفيضات طيب. قد احنا نسوي تخفيضات. اللي يسوي لوز تعطيه له فصفص. وقد احنا نعطيهم فصفص نعطيهم لوز. طيب ايش اكثر الاوقات اللي تحس انه فيها بيع؟ لا فيها بيع والله. هذه الاتحاد يعني مباريات الاتحاد ولا مباريات الاهلي؟ والله الاول يوم جينا. ها؟ اول يوم جينا. اول يوم تجينا؟ اول يوم جينا مع المباراه. طيب متى يعني تحس انه ممكن تخلص بضاعتك تمشي؟ ما تتخلص. جالس لوحدك، انا شفتك عشان كذا لفت انتباهي وجيتك. اصلا جالس لوحدي، ما في زباين. ما في زباين؟ ما في زباين. يلا الله يرزقك. امين امين وياك. ايش في عندك؟ قمش ولا بطاطس ولا ايش في عندك؟ يعني بارد مويه دببسه. ايش الاكل اللي عندك؟ كروسون جاهز يعني مغلفات؟ ايوه مغلفات جاهز الحمد لله، الشباب يشتروا. ما عندك شغل بيت يا قمش بطاطس الحاجات هذه اللي يشوفوها؟ لا الحمد لله لسه هذا اللي نبيع نحن. كيف الشغل ماشي؟ الحمد لله اليوم مره شغل. بكم طلعت تصريح البلديه؟ البلديه تصريح الحمد لله. بكم طلعت تصريح؟ لا ما لسه اعلن على البلديه. بدون تصريح؟ بدون تصريح. طيب اذا مثلا جاتك البلديه عادي يعني الموضوع يعدي؟ يعني جاء انا مسكين السنه ابيع وحنا عليه يا يقضي عليه. طيب يعني كيف يعني عادي هم عشان وقت المباراه تسيبوكم ولا؟ ايوه وقت المباراه عشان كذا. متى تيجي من الملعب؟ في متى تيجي تحط بضاعتك؟ يعني جيت بعد العصر دحين شوي. طيب دحين عشان المباراه اليوم جماهيريه مثلا اذا كان في مباراه اقل جماهيريه يعني مثلا زي اقل من الاتحاد والهلال يعني مثلا الاهلي والاتفاق مثلا متى تيجي؟ نجي ليلة العصر بعد المغرب كذا. بس وقت المباريات القويه والجماهيريه تيجي بدري؟ ايوه نجي بدري. تمشي البضاعه كلها؟ الحمد لله يمشي على حسب النصيب. الله يعطيك العافيه. ايوه بارك الله. كيف حالك يا عم؟ كيف الشغل؟ الحمد لله. في بيع اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. بكم اخذت تصريح البلديه؟ ها؟ بكم طلعت التصريح حق البلديه؟ والله متمخر يا شيخ. كيف الشغل؟ كيف الشغل؟ كيف الشغل؟ الشغل الحمد لله. طيب دحين الاكل هذا فين تعمله؟ فين تسويه؟ شبه مطعم. مطعم مو في البيت؟ لا مطعم. وتحصل فيه شغل يعني فيه اقبال، في ناس بتشتري كثير؟ الحمد لله هذه اكله شعبيه في جده. طيب وريني هي كيف يعني نقدر نشوفها ولا لا؟ شوف لنا ال هذا حق الرجال. مليان. انت بالعافيه عليك. فين المكان محل ما تطلع منه الصحن ولا القدر ولا؟ ها يعني اكياس مجهزه انت؟ طيب. من متى انت تجينا؟ الساعة بعد العصر. بعد العصر. ومتى يخلص؟ والله ما الله على حسب. الله يعطيك العافية. الجميع. كل الشغل؟ والله الحمد لله ما في تمام. في بيع اليوم؟ والله الحمد لله. هذه عليها تصريح ولا ما عليها تصريح؟ والله لسه ما. ولا على باب الله؟ والله على باب الله. طيب ما تخاف البلدية تجيك وزارة الصحة تجيك؟ على الله. يعني. قال الحمد لله على الله. طيب في تحس انه في شغل وقت المباريات القويه تجي من بدري؟ والله كمشي حالك الحمد لله. كل مباراه تجي ولا؟ لا والله اول يوم مباراه. طيب. اول يوم والله اول مره؟ اي والله اول يوم. كيف تشوف الشغل؟ في شغل دحين في حركه؟ الحمد لله الله لسه احنا بجينا.